إحنا مش مركز طبي ولا مستشفى، إحنا سيبال، سيبال اختيار الصفوة والجمال في كل مكان اهلا بيكم في حلقه يوم الخميس من بنات شو مساء الفل يا رانيا اهلا بيكي يسرا مبسوطه جدا النهارده معاكي وكتير جدا مبسوطه وان شاء الله الحلقه تبقى لطيفه وبقول وب... لساده المشاهدين وحشتوني كتير جدا من الاسبوع اللي فات وان شاء الله الحلقه النهارده يا رب تنال اعجابكم عندنا فقرات حلوه جدا لازم تشاهدونا وتتابعونا للاخر اكيد النهارده اليوم هيكون مختلف في ناس كتير قاعده في البيت التزمت بحمله خليك في بيتك هتتفرج معانا هتستمتع بالاخبار وبالضيوف كمان وان شاء الله تكون الحلقه مختلفه لان انتوا وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات طبعا دلوقتي الحديث عن كورونا ما بي يعني ما بينتهيش وكمل اخبار اللي على الواتساب اليوميه والفيديوز مم. وكل حاجه لكن كان في خبر يا رانيا انا قريته مؤخرا كان غريب وجديد عليا اغلبنا طبعا عارف كرتون سيمبو ساونز اللي هو كان انتاج مم. امريكي من سنه 78 عارفه اللي هم الناس الصفر دول اللي عينيهم بيضه خارجه لبره الكرتون ده بقى اثار موجه من الجدل مم. الرهيبه جدا في وكالات الانباء والصحف ووسائل الاعلام جدا جدا وبقى ترند على السوشيال ميديا تخيلي ليه بقى يا رانيا؟ لانه بيقولوا ان في حلقه اللي اتذاعت سنه 93 الكرتون في الحلقه دي اتنبئ انه هيبقى فيه فيروس قاتل هيتنقل الولايات المتحده الامريكيه من اليابان عن طريق انه في مصنع بيشتغل فيه مجموعه من العمال واحد من العمال كحف كرتونه فاتنقل الفيروس ده وتسمت بانفلونزا اوساكا عملت طبعا ضجه جامده جدا وابتدت الناس تدور على الحلقه دي وتتفرج عليها وتشوف فعلا هل الحلقه دي كانت تنبؤ بوجود فيروس فيروس كورونا ولا م. لا الغريب بقى اكتر في الموضوع ده سامبو انه سنه 2007 كان في حلقه بتتنبأ انه النجم العالمي توم هانكس هيصاب بفيروس قاتل من فيروسات الانفلونزا وطبعا كلنا عارفين انه مؤخرا تناولت وسائل الاعلام اصابه توم هانكس هو ومراته وهم في استراليا بفيروس كورونا وهم حاليا في العزل انت ايه رايك رانيا بحاجه زي كده يعني انت خبر زي كده لما لما انت سمعتيه يعني شايفاه فعلا صدفه ولا شايفاه ايه خليني اقول لك قبل رايي ايه في الموضوع وهقول لك اكيد بس في حاجه مشابهه لكده برضو انا قريتها ان أوه. في عرافه اسمها فانجا هي اتولدت في 1911 وماتت 1996 أوه. يعني قبل المشاكل قبل دي كلها آه بكتير, نبيت بحاجات كتيرة جدا وفعلا اتحققت حتى بعد موتها في 1997 جنسيتها ايه رانيا؟ من جنسيتها بلغاريه بلغاريه على ما اذكر ايوه والعرفه دي اتنبت بحاجات كثيره جدا حصلت بالفعل في الفترات اللي فاتت دي في 1997 موت الاميره ديانا وفعلا كانت ماتت برضو تنبات في 11 هجمات 11 سبتمبر 2001 وحصلت تنبات بوجود داعش وبالفعل فعلا حصلت واخر تنبؤاتها كانت 2020 -20 ان في في مرض هيجتاح العالم كله هيبقى فيه مشكلة للعالم كله وقالت إنه مش هيبقى ليه يظهر ليه علاج في ناس بتمشي ورا العرافات وبتمشي ورا كلام الناس دي جدا جدا وبتبتدي ان هي بتخاف وتقول لك شفتوا يا جماعه لما الست أيوة دي في يوم من الايام قالت الكلام ده واحنا مصدقناهاش وقلتوا يا جماعه ده كلام مش علمي وان الحاجات دي في ناس بتعمل كده كمان المؤلف بتاع دا سامبو سانز لما تعرض لهجوم شديد جدا واتقال ان انت ازاي في حلقاتك اللي هي كانت ليها شهره كبيره جدا باعتبار ان الكرتون ده بقاله اكتر من 30 سنه بيتذاع لحد دلوقتي لما اتعمل معاه لقاء في احدى وكالات الانباء قال يا جماعه على فكره دي صدفة بحته واكيد انا مش قصدي ان انا اتنبا بفيروس قاتل ولا ان انا اتنبا اصلا باصابه احد نجوم هوليوود بالفيروس ده ده اللي عايزين نقوله ان احنا في الاخر كل حاجه سواء كانت يعني في ناس بتقول ان نتيجه للتنبؤات دي لا ده الناس دي فعلا مظبطه الموضوع وعامله فيروس آه مخلق وهي ظابطه توقيت على الوقت ده آه. سواء كان في في تظبيط للموضوع او لا هو الموضوع في الاخر في صدفة. إيد ربنا سبحانه وتعالى والحاجات دي بحتة. كلها بتكون فعلا صدفة طب انت ايه رايك يا رانيا في الحمله اللي هي خليك في البيت او خليك بالبيت باللبناني <applause> لا لازم لها. لازم طبعا هي اولا حلوه جدا لان أوه. بتناشد الناس فعلا لازم تهتموا بالموضوع ده وانا شايفه ان فعلا الفتره امبارح والنهارده غير في الاول الناس قالت في الشارع شويه الناس قالت فعلا في الشارع والتزمت شايفه برضو الناس بدات تهتم بموضوع التطهير والاهتمام بالنظافه الشخصيه دي حاجة مهمة بصراحه لازم برضو جداً. نتكلم على فكره ان الحكومه فعلا يعني عملت كل الاجراءات الوقائيه احنا والاحترازيه لازم ناخد لازم نساعدهم لازم بقى, بقى. نساعدهم يعني بالزبط. كان في مطالبه من الامهات ان الاولاد تقعد في في الشارع في البيت اسفه لكن للاسف انه بعد الولاد ما قعدت في البيت ابتدينا نلاحظ ان فتره النهار إنزيل. زحمه جدا أوه. في ناس كتير ستات كتير كانت بتنزل بولادها الموز والكافيهات والحاجات دي كلها لكن أوه. مع الحمله اللي هي معموله مؤخرا من مجموعه من لعيبه الكوره والفنانين أوه. بدأ الاعداد تقل بشكل بالزبط. كبير جدا وانا اتوقع خلينا احنا نتنبا بقى بحاجات كويسه ان شاء إن حاجات الله وحشه إن, ان شاء الله على بدايه الشهر اللي جاي باذن الله تعالى ان شاء الله, كل الله تكون الامور مستقره هتكون راحت لحالها يعني وان شاء الله يبقى مع كمان تقليص ساعات الكافيهات والحاجات بالزبط. دي كلها أوه. بقت من الساعه 7 بالليل لغايه الساعه 6 الصبح ده طبعا هيقلل من التجمعات بشكل كبير وان شاء الله نقدر ان احنا نسيطر على الفيروس ونرجع ليومنا الطبيعي اللي كنا زمان بنفتكره ان هو يوم ممل دلوقتي بنقول امتى يومنا الممل ده <applause> يرجع <تصفيق> تاني <تصفيق> امتى نصحى امتى ننزل في الزحمه امتى ولاد تروح المدرسه ونزعق عادي جدا ما فيش مشكله أوه. بس الامور ترجع مستقله مستقره وعرفنا فعلا قيمه انه الروتين فعلا بيبقى بيدي الانسان احساس بالامان بالظبط كده ان كل حاجه طبيعيه ويسرى في حاجه برضو عايزه اقول عليها في برضو ناس بتخاف زياده عن اللزوم قوي. طبعا بلاش الخوف الزياده عن اللزوم ده وبلاش السلبيات اللي كل شويه نقول لا ده هيحصل ولا هينتشر ولا غيرنا بقى اللي علينا نعمل أوه. اللي علينا و والتعليمات اللي بتقولنا لازم نعملها نقعد في البيت نهتم بالظبط نخلي اولادنا في البيت قدر المستطاع ننزل للضروره و ونتفائل وندعي ربنا و والدنيا ان شاء الله هتمشي كويس اهم حاجه فعلا ان احنا نلتزم بكل الاجراءات الوقائيه والاجراءات الاحترازيه ان فعلا لما الحكومه بتطلع بيان او بتطلع قرار احنا نحاول نلتزم بيه عشان فعلا نسيطر على الموضوع ونرجع لحياتنا الطبيعيه تاني لانه أكيد. الالتزام الالتزام هو اهم شيء الالتزام بالنظافه الالتزام ان احنا نقعد في البيت ما نتحركش كتير في تجمعات الا للضروره حد بيروح شغله حد بينزل يشتري حاجه من السوبر ماركت وهو لابس الجوانتي وهو لابس الكمامه عشان الامور تكون تحت السيطره بشكل كبير جدا ونعرف بقى الـ يعني بالظبط هستخدم الكمامه ازاي ازاي هتخلص منها ازاي الجوانتي ده زي ايدينا فما ينفعش ان انا اتعامل في ولاد صغيرين كانوا بيقلعوا الكلام <applause> ويروح مديها لاخوه لا طبعا الكلام ده ما ينفعش لازم نعرف التفاصيل كلها ازاي نتعامل مع ازاي نستخدم صح؟ الحاجات عشان دي بشكل صحي لان انا ممكن استخدم الجوانتي وما تخلصت منه وبالتالي هاذي نفسي برده في الاخر بالظبط كده فلازم نركز على التفاصيل الصغيره ان شاء الله دي. الامور تبقى تحت السيطره جدا جدا ونرجع لحياتنا الطبيعيه ونرجع نتبسط وتفضلوا برده تتابعونا في بنات شو احنا النهارده بقى معانا فقرات متنوعه وفقرات جميله ان شاء الله تستمتعوا بيها وتستمتعوا وتستفيدوا بالضيوف اللي معانا الفقره الاولى ان شاء الله هتكون فقره لان دكتوره رانيا زميلتي العزيزه والمذيعه الجميله اللي معانا النهارده هتتحول لضيفه باعتبارها هي متخصصه في تنميه قدرات الاطفال بشكل عام والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل خاص هكون انا المذيعه اللي هتحاورها هنتكلم عن المواهب عند الاطفال وعن قدراتهم وعن حاجات كتيره جدا متعلقه برضو بكيفيه علاج الاطفال بالفن كمان مم. عندنا ايه كمان النهارده الفقره الثانيه بقى مهمه جدا اللي هي بقى طب هندخل في طب الاسنان وجراحه الفك وتجميل الاسنان مع دكتورتنا دكتوره نرمين امين وان شاء الله الفتره الفقره دي هتبقى مهمه جدا ولازم كلنا نتابعها وان شاء الله خاصه باسنان الاطفال حلو جدا مم. هي فقره كذا فقره مم. اطفال ورا بعض وهنختم ان شاء الله معانا مع استاذه نجلاه وهتكون معانا ان شاء الله في هتكلمنا عن برنامجها اسمه المداري ان شاء الله هتبقى معانا في الفقره الاخيره احنا هنطلع فاصل وان شاء الله بعد الفاصل هنبتدي فقرتنا الاولى انتظرونا يعني لكم تاني وهنكمل مع هنبتدي بقى مع دكتوره رانيا حوارنا النهارده عن قدرات الاطفال ومواهب الاطفال انت ايه رايك يا رانيا في المبادرات اللي بتقومها دلوقتي الدوله في البحث عن المواهب وان هي ازاي تنمي المواهب عند الاطفال وتكتشف القدرات اللي ممكن يكون الاهالي او المدرسين او الناس اللي حوالينا مش شايفاها موجوده في الطفل مهمه جدا جدا لان اولا هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا لينا موهبه خاصه. تمام. وبتختلف من شخص زي بصمه الاصابع كده بتختلف من شخص للتاني وفي كمان اطفال بيبقى عندهم متعدده المواهب مش موهبه واحده بس. أو. طفل بلا موهبه يعني طفل بلا شخصيه. مم. يعني بينمي شخصيته جدا بتديله ثقه في نفسه من من خلال الموهبه بقدر لو عنده مشاكل في الشخصيه بحلها من خلال الموهبه اللي موجوده بقدر يعني اتخلص من مشاكل كتيره سلوكيه ايضا من خلال الموهبه. فالمبادرات دي مهمة جدا بالنسبة يعني كان للأطفال يعني في مبادرة رانيا لسه كانت من قريب جدا اسمها إبداع مراهق، المبادرة م. دي كانت معمولة للأطفال من سن 9 سنين لسن 20 سنة، م. وكانت بتدور على المواهب في كل المجالات سواء بقى تمثيل، شعر، كتابة، فنون تشكيلية في كل أنواع الفنون، وكانت بتاخد الولاد فعلا من كل المحافظات، وفي الآخر عملوا لهم عرض مسرحي فبيقولوا إن أولياء الأمور انبهروا بالولاد قد إيه هم موهوبين، والأهالي نفسها ما كانتش عارفة إن كده اللي أنا ده بقى دور الأهل بقى مم. إزاي بقى الأم أو الأب أو حتى المدرس لما يلاقي الطفل عنده موهبة يمشي وراها ويتتبعها وينميها ما يقولش لا دي هتعطله لا دي دراسته لا. أهم لا. دي مش هتأكله عيش يعني مم. إزاي بقى نحسس أو نقول إيه الأباء والأمهات أنه قد إيه الموهبة دي مهمة في تدعيم شخصية الطفل اولا هو الطفل بيعدي على مؤسسات كتير حواليه حوالي أو. اول حاجه طبعا البيت وده اهم شيء ان الاب والام يبقى عندهم ادراك كافي بولادهم وازاي يعرفوا ايه المواهب اللي عنده هنقول ازاي تاني حاجه طبعا المدرسه المدرس بيقعد فتره طويله جدا مع مع الطفل وبيلاقي شخصيه تانية غير الشخصيه اللي موجوده في البيت وممكن الطفل يتقبل من المدرس حاجات كثيره ما تقبلهاش من الام او الاب طبعا المؤسسات الاخرى بقى لو في نادي لو في انشطه بيمارسها الطفل هتظهر بقى اكتر في مراسم كتيره للاطفال أوه. دي بنكتشف فيها مهارات كتيره غير حتى الرسم بتظهر داخل الورش دي في ورش في داخل زي المكتبات العامه اللي موجوده في الدوله بتعمل انشطه حلوه جدا الورش دي كتير جدا منتشره جدا حاليا كانوا لسه برده كاتبين قريت في جريده الاهرام من قريب انه كان في فعلا مجموعه من الورش في اجازه نص السنه بالزبط. كانت معموله للاطفال وان هي كانت برده موجوده في محافظات كتير وده حلو قوي يا رانيا دايما يعني كنا بنشوف ان الورش والحاجات الفنيه اللي هي بتركز على مواهب الاطفال وقدراتهم موجوده في القاهره في اسكندريه دلوقتي موجوده في محافظات وبتوصل الحقيقة. للصعيد كمان بالظبط آه علاوه بقى على ان المؤسسات زي الكليات بقى كمان، الكليات أوه. دلوقتي بقى ليها وحدات ذات الطابع الخاص دي وحده بتبقى داخل الكليه بتتعامل مع الجمهور اللي بره، آه زي مرسم الصغير عندنا مثلا في الكليه ممكن اروح اودي ابني في الفترات بتاعت كلميني بقى يا رانيا عن موضوع المرسم ده وقولي لي يعني بتلاقي اهتمام قد ايه من اولياء الامور وهل هم فعلا عدد يعني في امهات كثير مهتميه بتنميه اللي هو الجانب الفني ده الفن التشكيلي والحس أوه. الفني ده عند الاطفال ولا لا؟ الحقيقه في الفترات الاخيره لا في اهتمام من اولياء الامور وخاصه الام بشكل كبير جدا وبيفرحوا جدا وفي اطفال بيبقى عندهم الموهبه فالام بتبعتهم دايركت عارفه ان هو عنده موهبه وعايزه تنميها وفي امهات هي عايزه تعلم ولادها وده وده وارد على فكره يعني وده اللي انا عايزه اقوله ان الرسم او او الفن التشكيلي ممكن اكتسابه أوه. بس لو في حب او شغف لو الطفل حابب انه يتعلم بالظبط لو م. حابب انه يتعلم هيتعلم وفي اساليب كتيره للتعلم زي ايه بقى يا رانيا قولي لنا من الاساليب اللي طبعا استخدام الوان متعدده أوه. فبشوف الاول برمي كده قدامه الالوان بشوف هو له قابليه لايه المواضيع المختلفة الخامات المختلفة يعني ممكن أرسم على الطفل على ورق ممكن نرسم على قماش ممكن نرسم على إزاز ممكن يعني حتى الخامات أكتر بقى الحاجات أو الخامات اللي أنت حسيتي إن الأطفال بتحبها وبتبقى ميالة أكتر ناس تتعلمها الزجاج الرسمه أوه. على الزجاج بيحبوه جدا ومبهج جدا وأولا لأنه سهل لأن الرسمه بتبقى تحت الإزاز نفسه فبتتشف بشكل بسيط أوه. والألوان بتاعته مبهجه بالنسبه لهم وبيحبوه قوي مم. وطبعا ممكن يعلقها في البيت عنده بس احنا بن بن بنستبدل الزجاج بخامات بلاستيكيه بحيث إن هي تبقى آمنه أكتر على الطفل وشفافه زي الزجاج بالظبط طبعا الـ الـ ده دي الاطفال الطبيعيه الاطفال بقى ذوي القدرات الخاصه أيوة كنت لسه هسالك بقى عليهم هل برده بيبقى موضوع اللي هو الجانب الفني ده بتلاقي فيه اهتمام من الامهات اللي هم لذوي الاحتياجات الخاصه بيهتموا بالموضوع ده لان انا ملاحظه انه مؤخرا بقى الاهتمام اكتر في ذوي الاحتياجات الخاصه بموضوع الرياضه يعني م. كان لسه في دوره الالعاب البارالمبيه اللي كانت في المكسيك كانوا م. راجعين ما شاء الله ب11 ميداليه ذهبيه وبرونزيه وفي اهتمام جامد جدا من الدوله اطفال الداون اهتمام لا. كبير أوه. بيهم جدا في الالعاب اللي هي الفرديه أوه. وبيحققوا مراكز وبيفوزوا وبيخشوا بطولات عالميه، بالنسبه للجانب الفني بقى هل بيبقى في اقبال فعلا منهم على الفن؟ جدا وبعدين الجانب الرياضي بيهيئ صحته بيديله ثقه في بالنفس بيساعد على تطور العضلي العصبي، الرسم لا يقل اهميه عن الرياضه الرياضه بعلمه من خلال الرسم احنا ممكن بنرسم الكلمات بنحول الكلمات لصور أوه. فبالتالي بتبقى سهل في الذاكره ذاكره الطفل بتبقى اسهل بلس ان هو ب... بساعد مهاراته الادائيه بتاعه ايده نفسها أوه. لو عنده مشكله في استغ... في... في مسك القلم كل الحاجات دي من خلال الفرشه والالوان بتبقى اسهل من ان انا أ... 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 يبقى مباشره كده هو ماسك القلم والورقه ولازم تكتب إزاي بتحمسيه وتحفزيه إنه هو يكمل يزهقش من الحاجة اللي هو بيعملها ويكمل فيها لما بيحبها وفي البداية الأول خالص أنا بشوف كل طفل لوحده قدراته إيه أوه. يعني يبقى تيست لانتباهه القدرات استخدام الالم مجموعه من الاختبارات كده بتتم الاول وبياخد فيها درجات ده هيشتغل في بالكيفيه دي وده هيشتغل بالكيفيه دي وهكذا بعد كده بيبقى خلاص عرفنا كل طفل التعامل معاه ازاي ببدا بقى ابني عليه بالخامات المناسبه ليه فبالتالي بيلاقي الموضوع سهل كل ما بيحس إن هو سهل عليه كل ما بيبدأ لا عايز يكمل وعايز يشتغل أكتر ويفرح أكتر مع التشجيع مع إنه بيبقى في جروب أوه. بيبدأ الموضوع يمشي معاه بمنتهى البساطة يتحمس ليها، احنا معانا أرقام مم. على الشاشة للتواصل مع دكتورة رانيا فيما يتعلق طبعاً بأي حاجة ليها علاقة بالأطفال وقدرات الأطفال. كنت أسألك سؤال يا رانيا كمان، مم. هل ممكن نقول إن في طفل ما عندوش موهبة؟ ولا بيكون الطفل ده عنده موهبة لكن محدش حدش اكتشفها لسه؟ أو عنده مم. قدرات في منطقة معينة لكن لسه محدش حدش خد باله، فبيبتدي يتعامل معاملة إنه إيه؟ لأ أنت مش زي فلان اللي بطل رياضة، أنت مم. مش زي فلان اللي بيعرف يرسم، مش زي فلانة اللي بتمثل وبقت بصي أنتِ قلتي بالظبط هو أوه. احنا اللي ما عندناش موهبه التعامل مع الطفل او اكتشاف الموهبه بالظبط كده أوه. احنا اللي عايزين نعرف ازاي نكتشف ولادنا هقولك مثال في في طفل اسمه يوسف انا بحبه جدا ويا ريت يكون شايفنا دلوقتي هو طفل من اطفال التوحد وعنده 12 سنه يوسف عنده الموهبه بالفطره ومامته عشان انسانه فعلا دؤوبه جدا ان هي توصل ابنها لمرحله كويسه طبيعية. طبيعيه بتحاول تسعى جاهده ان هي تشوف والتقيت بيها وشفت الطفل هو عنده ومش عارفه هي تفسر الموضوع ايه يعني هي لاحظت عليه حاجه بيعملها مش عارفه عنده بس إيه؟ مش عارفه هو ايه الموهبه دي عباره عن ايه فانا لما قعدت مع يوسف هو بيستخدم تقنيات النحت وكانه حد في في الكليه ما شاء الله وبالفطره يعني هو ازاي بيجزئ الصلصال اجزاء صغيره جدا وبعدين يجمعها ويبدا من بشكل غير طبيعي م. يعني وكان حد علمه يعمل كده أوه. ومحدش علمه تماما هو بدأ يعمل ده ابتدينا نتقابل مع بعض ونشتغل ابتديت اجيب له خامات معينة تبقى اسهل ليه من الخامات اللي بيستخدمها ادوات او تولز معينة أوه. دفرات معينة للنحت بنستخدمها في الكلية آه آه عايزه اقول لك هو ابدع آه حاجات زي زيه زي اي طفل جدا جدا وتشجيعا ليه انا خدت الرسوم بتاعته وعملتها فيديو الله آه عمل قصه آه ابرهه وهدم الكعبه كامله كامله آه. وهو كلامه طبعا هو توحد كلامه قليل ولكن هو عنده نسبة ذكاء عالية طب انت حسيتي ان هو بقى لما دخل في التجربة دي وتفوق وتميز وانت كمان كافئتي بان انت حولتي اعماله الفنية دي لعمل فني تاني احلى حسيتي ده اثر ايه على نفسيته بقى يعني اتغير ازاي اكيد ثقة بالنفس بدأ يتكلم احسن هو طبعا اتأخر في الكلام قوي وبدأ يقول جمل دلوقتي اللي انا عايزه اقوله لي كمان ان ان لازم الدوله يبقى ليها دخل في النقطه دي ممكن الناس دي يتعمل لها مكان داخل الكليات الفنيه بشكل آه. عام مش فنون جميله بس م. يعني ويدرسوا الفن على قد قدراتهم يعني لما كان بيجي والحقيقه الكليه عندي كانت بترحب جدا حتى كل المعارض بتاعتي كان بيحضروا فيها الاطفال ذوي الطاقات الخاصه عايزه اقول لك يعني الاساتذه كلهم اساتذتي وعميد الكليه دكتور دينا والحقيقه كنت مبوره بيهم لان هم كانوا مشجعين على ان دا يتواجدوا داخل الكليه أوه. فلو لو كل المؤسسات بقى اتفتحت فعلا للاطفال دول يعني هيتنمى بالنسبه لهم بشكل اسرع بكتير من لما الام بس اللي تبقى موجوده. يعني انت حاسه دلوقتي في اهتمام كبير جدا اكتر القدرات بكتير. الخاصه طبعاً, طبعا في الناحيه الرياضيه وفي الأطو... الاطفال بقى العاديين بشكل آه. عام في برامج بقى دلوقتي برامج الغنى ذا فويس والعربس جود تالنت والحاجات دي كلها كل بتاخد الاطفال بشكل اللي هي آه. بتاخد الاطفال اللي هي يعني قدراتها طبيعيه يعني الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه احنا ملاحظين الاهتمام بيهم بشكل اكبر في الرياضه في الرياضه انت هنا بتتكلمي على جنب يمكن يكون مش شائع قوي وهو الناحيه الفنيه وان قد ايه ان الناحيه الفنيه دي بتاثر جدا في شخصيه الاطفال ذوي القدرات الخاصه واللي هم عندهم جداً التوحد جدا جدا يا يسرا بجد وكمان بادائهم الدراسي بيتميز اه يعني بيتحسنوا طبعا طب بدأ. وطب هل مامته مثلا قالت لك ان هو إيه تعامله مع اصحابه في المدرسه بقى مختلف عن ما كان قبل ما يمارس العمل الفني ده؟ بصي هو بالنسبه ليوسف كشخصيه هو في المدرسه يعني للاسف هو لسه دلوقتي في بيبقى ما زلنا ان ان الاطفال ذوي القدرات الخاصه مش كلهم بيقدروا يحصلوا على وجودهم في مدرسه ودي أوه. دي مشكله لغايه دلوقتي يعني موجودة. هو لسه ما دخلش مدرسه اه هي بتحاول تنميه من خلال الورش الفنيه والاماكن المراكز اللي بتنمي قدراته عشان يبقى يوصل لشكل طبيعي بالزبط. افضل يخليه يقدر يلتحق بمدرسه من غير ما صعوبات او مشاكل مع زمايله او مع طبعاً... او تحصيل الدراسي حتى. اه في طبعا اطفال الداون بيبقى ليهم فرصه اكبر في دخول المدرسه حسب ليفل بقى التحدث والذكاء بتاع الطفل هو ده اللي بيأهله انه يدخل المدرسه او لا لان انما في مدارس فكريه كتيره او منتشره هم قليلين واغلبهم خاصه وطبعا انت عارفه ان مش كل الاهالي بتقدر تدخل ولادها بمبالغ كبيره, كبيرة. ف... موضوع الورش بقى الفنيه هي دلوقتي بتقوم أو بالدور ده الدور آه التعليمية هي اللي بتقوم بالدور ده بحيث انه تؤهله آه وبيجي من هنا على فكره اهميه الموهبه آه. لان هو ممكن يكمل حياته من خلال الموهبه دي تمام. هو ما تعلمش مثلا التعليم الاكاديمي بتاعنا اللي احنا بنتعلمه ولكن الموهبه هي اللي ممكن تأهله بعد كده يبقى فعال في المجتمع من خلال موهبة يبقى يبقى شخصيه طوب. عاديه ويقدر يتعامل شخصية. بشكل طبيعي بالزبط. في اي مكان هيروحه سواء مدرسه او بعد بالزبط. كده لو اشتغل رانيا انا استمتعت جدا بالحوار معاكي واعتقد المشاهدين استمتعوا جدا حوار مهم جدا عن الاطفال واحنا لسه مكملين معاكم في بنات شو معانا فقرات كتير جدا استنونا بعد الفاصل سيبال سبا، مدينة الرحاب، القاهرة الجديدة، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. إحنا مش مركز طبي ولا مستشفى، إحنا سيبال، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء. سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عالية. سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متناهية. سيبال يعني تجهيز العرائس المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساج السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة وجميع أنواع الحمامات التجميلية سيبال يعني بشرة نضرة بدون تجاعيد بجهاز الهايفو وتقليل آلام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل إحنا رقم واحد في مصر إحنا مش مركز طبي ولا مستشفى، إحنا سيبال، سيبال اختيار الصفوة بالليزة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيكي بيك يا دكتور. عن الأسنان ومشاكل الأسنان عند الأطفال. خلينا م. في الأول بمناسبة كورونا والمشاكل بتاعة الفيروسات والتعقيم خلينا نتكلم عن أهمية تعقيم عيادات الأسنان وإزاي أنا كمريض وداخل عيادة دكتور أسنان أعرف إن العيادة دي فعلا معقمة أو لا. تمام مبدئيا هي عيادة الأسنان من قبل موضوع الكورونا ده سواء في كورونا او لا في امراض او لا هي اكتر مكان ممكن ينقل الأمراض فدي اهم حاجه ان انا لما ادخل عياده اسنان ابقى متاكده ان هي على قدر من النظافه يعني بيبان من الاول من المكان طبعا. بالنسبه للاسطح لازم الاسطح كلها بتتعقم ده من غير قبل اه من غير أو الامراض ولا فيروسات اه لازم بين كل مريض والتاني لازم كحول وبقطنة وفي طريقة تعقيم كده المفروض الاسيستنت اللي معايا هي بتبقى مسؤولة عن الموضوع ده وعارفة بتعمل ده ازاي بتعمل ده وهي لابسة طبعا طيب معانا صور دلوقتي نشوفها للعيادة ده جهاز التعقيم ده الاوتوكلاف المفروض دي طريقة الباكتنج بتاعت الادوات هقول لك في اللي جاي ان الباكيتنج دي برده حاجه مهمه قوي ان لو زي ما انت شايفه كده ان الباكيتنج كل اداه بنستخدمها لوحدها في باكيت لوحدة. لوحدها لوحدها في عيادات او في مثلا حد اللي هو اسهل الاستنت تحط كل الادوات مع بعض كده اجي انا وانا بستخدم مع البيشنت بفتح الكيس انا طالما الكيس ده اتفتح خلاص اتعرض للهواء بقى انفكتد خلاص يبقى مسكته بايدي لل... اصلا اه oh. بالظبط انا مسكته بايدي للبيشنت ده مينفعش هحطه واطلع منه تاني. يعني مره أدلع. واحده بس بالزبط. يبقى انا كمريض اشوف ان بالزبط. ان ده استخدم ليا انا بس مره واحده طبعا والكيس بتفتح قدامك لازم م. الكيس بتفتح قدامك مينفعش اطلع من الكيس بالادوات من بره ودخلت بيه. لا أه. طبعا مينفعش لازم انت كمريضه من حقك تشوفي ده بعينك طبعا م. غير بقى ان الكوبايه النابكن الرابن بتاع اليونت لازم اليونت تبقى متغلفه مكان تمام. اي سطح دكتور الاسنان بيلمسه يعني ايفن ان الدكتور المفروض يلبس الماسك وبعدين يلبس الجلافز لو انا لبست الجلافز وبعدين ابتديت اتعامل بفتح السكرين الكمبيوتر بعمل حاجه ما ينفعش ابدا طالما الجلافز دي كده حتى ايفن لما بستخدم حاجه او كده لازم الاسيستنت تناولني تعمل اه ما ينفعش تبقي قاعده مثلا أوه. تلاقي الاسيستنت حاجه وقعت وطت جابتها وبتديها لك <applause> طيب خلينا بقى ننتقل لنقطة تانية تسويس الأسنان عند الأطفال في أمهات كتير لما أطفالهم بيحصل تسوس في الأسنان بدرجات طبعا مختلفة بتقول خلاص هو مش مشكلة هيبدل السنة دي أو الدرس ده بعدين وهيطلع بدايله حاجة تانية كويسة وخلاص مفيش داعي إن احنا نروح لدكتور أسنان قلنا بقى نعمل إيه معاهم كتير من الماميز يعني الأمهات <applause> بيجوا طب هو بي... بيوجعه طب ما ينفعش نستنى عليه ياخد مسكن يستنى شوية لحد ما ال... يبدل لا هو مم. الطفل اصلا سبحان الله ربنا خالق كل حاجه لوظيفه لوقتها مم. يعني هو ربنا خالق الدرس ده بيطلع في السن ده وهيقع في السن ده ما ينفعش آه. يعني لازم يتعالج لازم يتعالج لازم يتعالج, لازم يتعالج والحقه من الاول انا بعالجه يعني لما درس اخلعه لطفل والتاني يعني كفانكشن هياكل ايه؟ طب بمناسبه بقى تبديل الاسنان احنا برضو كامهات مش كلنا عارفين امتى بيطلع في التوقيتات المختلفه ايه التوقيت اللي بيطلع فيه وبعدين يليه ايه وهكذا بحيث اعرف لو ابني ده اتاخر فعلا الاسنان ولا لا بصي مبدئيا يعني حته ان الطفل ما يسننش دي بتبقى يعني حالات وراثيه وبتبقى نادره فدايما الام ما تقلقش من الموضوع ده في امهات من نفسهم بيبتدوا يدوا كالسيوم من غير ضروره من غير طبيب دا دا كتير دكاتره كتير بتوع الاطفال بيوصفوا كالسيوم والطفل مش محتاج انت بتسنن أو. تاخد كالسيوم دي حاجه مش مش مظبوطه المفروض الطفل ما بياخدش كالسيوم ما ياخدش فيتامين مش محتاجه الا لو هو عنده قصور فعلا وعنده يعني التحليم. ممكن الفيتامينز الزياده الكالسيوم. تاخر انا عايزه اقول لك ان الكالسيوم بدري عن سن خمس سنين ودي ناس كتير ما تعرفهاش خطر جدا على الكلى فالطفل أوه. المفروض ما بياخدش كالسيوم الا لما للضروره كده اه يعني ضروره ضرر ونفع مهم جدا ياخد فيتامين دي جدا وهل الكالسيوم له علاقه بأعوجاج الاسنان واتعامل معاها ايه بقى لو احنا بنتكلم ان الطفل طبيعيا المفروض بياخد كفايته من الكالسيوم بالاكل الطبيعي الناتشرال فيدنج بتاعه تمام. من اول ما يتولد طريقة تغذية البيبي انه هو بياكل كويس او طريقة الرضاعة بتاعته بياخد كمية اللبن بتاعته الكاملة كل يوم دي بتأثر على عظمه طبعا التسنين سنانه وتطلع بدري اكيد بتأثر ف حته ان السنين تطلع امتى دي يعني كده كده حالات نادره جدا اه يعني ما نقلقش قوي من لا هو مني مين مينلي التسنين بيبتدي من ست شهور ل10 شهور بيطلع دايما اللور انس اه انسايزر اللي هم السنتين اللي تحت الاول اللي تحت الاول وبعدين اللي فوق ساعات اللي بيبقى فوق. العكس في اطفال عندهم اللي فوق الاول ما يفرقش معايا ما, ما يفرقش. في أه, اه ساعات في اطفال بيتاخر عندهم التسنين لحد سنه سنه وشهرين ما فيش مشكله, مشكلة بعدها بقى ابتدي أعلى. طيب طلعت الاسنان بس في اعوجاج بقى نعمل ايه؟ بصي هقول لك نادرا قوي في السن الصغنن ده ان يعني بيبقى فيه اللي هو السنان الاطفال اللبنيه بيبقى فيها كراود اوكي م. احنا نخاف من السن الصغير ده ان السنين محتاجه تقويم او لا انا موضوع التقويم ده بي يعني ليه ناحيتين يا اما مشكله في الاسنان يا اما مشكله في عظم الفك نفسه <applause> أوكي. فأنا لو عظم الفك عندي هو اللي فيه المشكلة لأن ساعات في أطفال بيبقى عندهم عظم الفك السفلي كبير شوية أوه. سابق ال ال يعني العلو. مشكله في الفك مش الاسنان اه بتبقى مشكله عظم دي المفروض الحقها من سن صغير جدا مم. طب انا كام هعرف اعرف ازاي بالظبط ما هو الفكره في كده ان انا بروح بتابع ساعات في مامي بتبقى جايه بابنها عنده مشكله في اسنانه بسيطه تسوس انا بنبهها خلي بالك ان ابنك إن في عنده مشكله ثانيه بالظبط عايزه تتحلل ومحتاجين نتدخل لها بدري قوي طيب بالنسبه لتقويم بقى الاسنان بيبدا امتى وهل ليه انواع ولا لا أكيد. ممكن نقدر نعرف شويه عن التقويم تمام زي ما قلت لك موضوع التقويم بيختلف حسب الموضوع دنتل جاي من الاسنان اعوجاج في الاسنان او العظم العظم ده مهم جدا ابتدي بدري بدري بمعنى ايه لو قلت لك ان قبل ست سنين ده يفضل بكتير في مشاكل معينه بالذات كلاس اللي هو الفك السفلي بيبقى فيه تضخم شويه دي كل ما الحقها بدري كل ما النتيجه على لحد ما الطفل يكبر وتبقى نتيجه هايله واجنبه أنه هو لما يكبر يبتدي يركب اجهزه وحاجات اصعب شويه يعني كل ما نتاخر في الموضوع كل ما يتاخر الاجهزه تبقى والمده بتاعه التقويم نفسه بتزيد ولا اه طبعا طبعا بنخش في مرحلة انا عايزه اقول لك ان لو عدينا مرحله معينه في نمو الاطفال لحد ما عظم الفك بيكتمل نموه طبعا بتختلف من البنت للولد شويه بياخد فتره اطول عايزه اقول لك ان احنا لو وصلنا للمرحله دي خلاص ما لهاش علاج غير سيرجيكال انت دخلتي في مرحله علاجيه أوه. الجراحه الجراحه ان, إن فك خلاص عظم كبر بقى ثابت لازم و... تدخل جراحي طيب لو قلنا في مشكلة تانية ساعات إن ما بيظهرش أصلا سنة معينة في في اللبنية أو. فبالتالي أو ممكن الطفل فقد السنة اللبنية دي في حادث أو بدري. أو, أو, أو. أو. بالظبط وحصل مشكلة في, ال... في وجودها اللي هي الدائمة أو إن هي مش هتطلع في مشاكل في طلوع الدائمة في الحالة دي ب... بلجأ للزراعة فيما فيما بعد للطفل؟ أه هقول آه ان البض نفسها او الـ الـ المكون اللي بيطلع السنه مش موجود دي حاجه زي ما قلت لك بتبقى وراثيه ودي نادره قوي ليها حل طبعا اوكي م. او السنه الطفل اتخبط السنه وقعت آه ليها حل هنعمل ايه؟ الطفل لحد سن 18 سنه ما ينفعش اركب له تركيبه ثابته لان ده بيتعارض مع نمو العظم الفك اوكي تمام. فأنا في الفترة دي ببتدي أستعيد عندها بتركيبات اللي هي حاجة متحركة أوه. بحيث إن هي تعوض للطفل شكله شكل الأسنان دي حاجة مش كويسة ليه نفسياً إن هو سنته وقعت بالذات الأطفال بالذات كتير جدا الأطفال في سن بقى السبع ثمان سنين هم بيجروا تخطوا في السنة الأمامية تقع فالزت بت. اللي بحالها بتطلع مم. فدي بنستعوضها باسنان كده بتتركب بطريقه معينه أوه. بعد ما يتم 18 سنه بعد ما يكبر ويتم تماما يعني تعوضها مش في السن الصغير لا لازم من 18 سنه بعد 18 سنه سواء بتركيبه ثابته او بزراعه مم. الزراعات بالذات لازم بعد سن 18 سنه. زراعه الاسنان يعني أو. الزراعه دي مش هتبقى موجوده في السن الصغير هو بيبقى تركيبات عشان تضمن ان الفراغ ده موجود بالزبط. بعد كده تبقى تركيبات متحركه ما ينفعش تركيبه ثابته اه متحركة. لازم تركيبات متحركه وكل ما فكه بيكبر بنبتدي نغيرها. بتكبر وكل. برضو مع مع السنين. كوظيفه ان هو ياكل عليها. وان هو حاجه ساعتك كده شكلها تبقى لطيف طيب خلينا نتكلم عن مشاكل اللثه والامراض اللي ممكن تجي لنا بسببها وعدم اعتنائنا باللثه بشكل انا عايزه اقول لك ان كلنا عندنا مشاكل في اللثه مستحيل مم. تلاقي هيومن اه بين اه اه بني ادم ما عندوش. عندوش لازم بس مم. هي الدرجات فمشاكل اللثه بتيجي من ايه عدم اعتنائي بيها و... يعني هتلاقي ناس كتير بغسل سنان يا دكتوره والله وبغسلها كويس جدا هو انت بتغسليها وبتغسليها كل يوم بس ازاي بتغسليها؟ هاو تو برش يعني طيب خلينا نتعلم بقى مع معاكي النهارده فرصه اكيد ان <applause> انت فرشه السنان مش فكره بالقوه يعني <applause> مش كل في الستات بالذات البنات اللي ب... هو فاكره انها كل ما تضغط اكتر, أكتر كل ما تغسل اه ان اسنانها هتنور، لا ده غلط، انت كده بتعملي أتروجين بتاكلي في في طبقة, طبقة اليمينة بتعملي التهابات في اللثة أكتر ما بتعمليها، فأهم حاجة إن فرشة الأسنان تبقى ميديوم سوفت م. تتغير أول بأول إنك هاو تو برش، مش هاو هارد تو إن أنت مش بتشيلي إحنا بنعمل برش الطريقة آه مش آه عارفة زي فكرة تسرحي شعرك إحنا بنمشط آه بالظبط مش بنشد آه بالظبط، وإزاي بقى؟ ان انا بمشي لاين لاين من فوق لتحت في الفك العلوي من تحت لفوق عارفه زي اغنيه صفاء والصعود زمان اللي هو من هو كده بالظبط انا دايما بقول للاطفال حتى كده وان لازم جدا الام تو مانج البيبي يعني انا طفلي يعني انا بنتي مثلا عندها ست سنين تغسل سنها مامي انا جيت انا جيت غسلت اسنين. لا لازم هي تبقى موجوده ببص عليها وعملتي تشيك لازم تفتحي تشوفي ايه ايه يعني غسلت كويس ولا لا بالذات الاكل الستيكي فود بياكلوا م. بسكوت بياكلوا حاجات سكريات بقى كتير ودي اضرارها بالضبط بالظبط السكريات هي على هي اساس تسوس الاسنان وبالذات الاستيكي فود بتاع الاطفال البسكوت الشيبسيات الحاجات العيش الفينو اللي هو الاكل اللي بيفضل مرسب م. على الاسنان ده لازم اتاكد انه بطريقة أوه. صح طيب إحنا هنطلع فاصل إعلاني وهنرجع أعمل. تاني نكمل حوارنا مع دكتور نرمين رجعنا لكم تاني مع دكتور نرمين امين وفقره طب الاسنان وهنتكلم بقى باستفاضه شويه عن التقويم يعني انواعه وامتى بيبدا يعني باستفاضه اكتر نفهم المشاهدين اكتر عن موضوع التقويم. بصي هو ريسنتلي بقى في طرق جديده لل يعني كان زمان خالص التقويم العادي اللي هو الميتال ده اللي هو البريسز المعدنيه دي م. دلوقتي في انواع تانية منها يعني هو نفسه اللي هو البراكتس الثابته دي ده اسمه تقويم ثابت في منه اللي هو الميتال ده وفي منه البورسلين اللي هو الشفاف المفروض ان ان في حاله اه اللي هي اللي بيقولوا عليها بورسلين او سيراميك. اه بيبقى هي براكت بس هي شفافه بلون البورسلين لون الاسنان. بحيث ما يبقى شكلها الطف وان يعني بحل... انت ما تشوفيهاش خالص أوه. من بعيد لو قربتي تحسي في حاجه اه بارزه تبقى الوايرز بتاعتها بنفس لون الاسنان ده بيبقى جميل اوي ده بيبقى حلو. ده دا دايما الفيميلز اللي بيطلبوه اللي هو البنات الكبار شويه الستات آه عموما يعني احنا قلنا بقى بعد 18 سنه فلازم لا لا التقويم بيبتدي من بدري جدا أوه بس طيب الكبار طب الصور مع بعض ونشرح عليها لا دي حاله اطفال دي بي آه ايوه دي حاله التقويم انت تقريبا ممكن ما تشوفوهوش اساسا اه لونه ابيض فعلا مش مش باين قوي أو خالص شفاف بالظبط شكله افضل بكتير اه دي بعد ما تركبت على طول اه ده عموما دايما البنات وال... بتفضله بالظبط ده مم. وفي نوع تاني برضه اللي هو ده نوع شفاف كده بيتركب ويتشال ويتحط بس ده متحرك بقى ده متحرك بس هو يعني يعني لازم في حالات معينه مش ما مش بي... الثابت ده بينفع لكل الحالات لازم المتحرك لحالات المتحرك معينة. لازم حالات سلكت كده مع بعض هنا هي الصوره اللي قبلها دي اللي, اللي فيها عمنا. بقى المتحرك أوه. دي اللي هي, هي الانفيزا اهو ده مم. ده جميل جدا برده حلو قوي ان هو شفاف انتي وانت لابساه تقدري تتكلمي بيه ح... تعملي كل اللي فيها بس ساعه الاكل بيتشال ويتنضف وتغسلي سنانك وتلبسيه تاني تتحركي وتتكلمي بيه وجميل شفاف حلو جدا مم. بس للاسف ما بينفعش غير في حالات يعني محدده مش كل مش كل الحالات أوه. بالظبط هل في انواع تانية غير النوعين دول للتقويم ولا في دول المتحرك برضو بس ده بيبقى دايما في السن اللي هو متحرك عباره عن جهاز كده بواير أوه. في في منه انواع كتير جدا بس دول ده بيبقى دايما في الاطفال والسن الصغير بقى والسن اه بنلحق حاجه حبت او حاجه قبل ما ما تظهر ونبتدي نعالجها طب وهل التعامل معاه في تنظيفه او ليه شروط معينه لا عادي جدا زي ممكن براشن كده زي ما بتغسلي سنانك او بتشطفيه كده عادي جدا والثابت نفس نفس الموضوع الثابت الثابت عادي ليه فرشه اسنان مخصصه بتاعته اه يعني ده اللي انا عايزه اساله أيوة هل هو ليه حاجه مخصصه ليها أيوة او كده الثابت عادي هي فرشه الاسنان زي العاديه بالظبط بس هي بيبقى فكرتها كده ان هي فيها جزء من جوه مجوف بحيث انه ياخد الجهاز <applause> الجهاز. أيوة بالزبط. الجهاز نفسه او في طريقه براشنج كده بنقولها انستراكشن <applause> كده معينه للبيشنت بعد ما يركب الجهاز ان ازاي يعمل براشنج كويس وازاي لان الجهاز ده لما بيتركب بيبقى عرضه اكتر انه يعمل التهابات في اللثه ممكن البيشنت نفسه لو الاورال هايجين إيش. بتاعته ما بيركزش قوي في اصلا قبل ما يركب الجهاز انه بيغسل سنانه كويس <applause> او م -م. ان هو عنده التهابات لثه ومشاكل كتير جدا اصلا بنرفض نركب له الجهاز هل بعد إزالة بقى جهاز التقويم هل في متابعة عشان ما يرجعش تاني ولا خلاص كده بقى أنا عملت تقويم هو المفروض مشكلة. بعد الجهاز التقويم الثابت بعدها في فترة كده بيبقى فيه مثبت اسمه ريتينر البيشنت بيلبسه فترة كده ويبتدي يسحبه بالتدريج وبعد كده خلاص لا المثبت ده يعني جهاز جهاز اه بس مم. بيبقى متحرك اسمه ريتينر تو ريتين ان السنان اللي تفضل موجودة تفضل موجودة. على موجودة وضعها تدريجيا نبتدي تتعود ان السنان تفضل على وضعها الطبيعي تمام. بعد كده لا خلاص خلاص بقى منه تمام جدول التقويم طالما معمول صح البيشنت ما حاجه اسمها يحصل ريلابس او يحصل او مشكلة نسبه الريلابس أو... دي بتبقى حاجه بسيطه جدا وبتبقى الدكتور قايلها للبيشنت قبل ما ما تبتدي ان في كيسز معينه بيبقى فيها نسبه ريلابس خفيفه قوي بس البيشنت بيبقى عارفها يعني في 5% نسبه ريلابس اكسبتبل بالنسبه لي. يعني بنطمن الناس انه التقويم بعد ما بينتهي لا مش هيبقى بشكل ثاني في إيه تحرك الاسنان والريزلت بتبقى متوقعه يعني قبل ما البيشنت يعني في بيشنت تقويم مثلا مريض يعني عايز يعمل تقويم متخيل ان هو بعد ما يخلص التقويم اسنانه شكلها هتتغير اه فاهماني في ناس بتفتكر ان التقويم هيوصله للهوليوود سمايل ان السنان بقى شكلها حلو هي السنه نفسها هي نفس الشيء بس رجعت لمكانها الطبيعي ففي الاخر بالزبط. وصل للمرحله بالظبط يعني. لما الاسنان بتترص وبتتحط في وضعها المظبوط وبتاخد الزاويه بتاعتها السمايل الحلو بتديكي جدا بتفرق بتفرق جنين. جنين. طب ندخل على موضوع التجميل بقى والليزر بقى ايه موضوع الليزر اللي في الاسنان ده؟ بصي هو الليزر ريسنتلي جديد حتى كتير جدا ما, ما يسمعش عنه او ما اتعاملش معاه في عيادته لان هو زمان يعني دفعة 2010 مش زمان قوي يعني لا لا لحد مثلا قولي خمس ست سنين ما كانش متعارف عليه وما حدش بيستخدمه في العيادات الليزر والحد مم. دلوقتي هو مش موجود غير في العيادات لان هو مكلف للاسف مم. يعني هو مكلف بس الريزلتس بتاعته هايله جدا بنقدر نعمل بيه كل حاجه نشيل الحشو نعمل بيه حشو نشيل التسوس قص لسه البيجمنتيشن اللي هي في ناس عندها لسه اللي بيبقى لونها غامق بالذات في الناس السمر او كده ده هايل جداً. جدا في عمليات السوفت تيشو يعني ده مم. المفروض ان ده بنعملها جراحي بالمشرط وليها طريقه كده معينه الليزر فاكتف جدا جدا في الموضوع ده بلس كمان ان هو ليه مميزات كتيره جدا ان هو بينلس المفروض ان هو البين بتاعه الالم بتاعه اقل بكتير ان انتي تدخلي جراحه او تتعاملي بمشرط ده حاجه كده ضوئيه يعني عارفه بيشيل طبقه بطريقه سيلكتيف ان هو محدده بش... اه اصل اللثه برضه زمان كنا بنتعامل بيه بالسكالب اللي هو تعملي ري شيبنج لشكل اللثه الابتسامه اللثويه والحاجات دي الليزر دلوقتي بالذات الدايود ليزر حلو جدا في الـ في السوفت سيرجيز والحاجات دي في انواع تانية لليزر ولا في, في انواع الديود. كتير جدا جدا لليزر بس احنا في الافضل لا إحنا في الأسنان ميلي بنستخدم نوعين النوع اللي هو الديود ليزر ده بنستخدمه للسوفت تيشو اللي هي الأنسجة اللي هو اللاسة الحاجات السوفت تيشو الاربيامياج أو الاندياج ده نوعين اللي هو ماركتنج نيم ليهم الووتر ليز يعني متعرفه تلاقي ناس تقول لك جهاز الليزر الووتر ليز هو علميا ده اسمه لكن كماركت اسمه آآ 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 ووتر ليز ده بقى بيستخدم في كل حاجه هارد تيشو سوفت تيشو جراحه كيريز ريموفل كل حاجه طيب نقول ايه بقى للناس بحيث نتجنب مشاكل الاسنان بقدر الامكان وامتى نروح للدكتور الاسنان احنا كلنا بنخاف من دكاتره الاسنان طبعا أنا بخاف اول من... جمله بنسمعها اصلا <applause> بنخاف منهم كلنا طبعا فازاي نتجنب ان احنا نروح لدكتور الاسنان بالم فظيع او ان انا بس أوصل هو انت رأ... مش هتتجنبي تروحي للدكتور انت كده كده هتروحي بس انا مش عايزه بالظبط ان انت بالعكس في ناس تقولك انا ما بحبش اروح خالص لدكتور الاسنان عشان بيوجعني عشان بيوجع بالظبط انت لو من الاول بتعمل تشيك اب كويس بتروح للدكتور قبل ما يبتدي يبقى فيه مشكله يعني انت ممكن انت ماشي بتاكل عايش ما فيش مشكله خالص ما فيش الم مش لازم تحس بألم عشان تبتدي تروح تشوف ايه المشكله فانت التشيك اب ده بيمنعك ان انك تدخل تدخل نفسك في مراحل اصعب والم اكبر انت دلوقتي لو جاي بتعمل تشيك اب كل ست شهور مثلا والله انت في مشاكل لسه عندك ومحتاجين نعمل تنظيف جير، اتجنبنا ان يحصل مشاكل اكتر بعد كده، في تسوس حضرتك مش واخد بالك منه، التسوس ده لما يبقى بسيط في الاول ممكن من غير بنج حتى. يعني ممكن من البدايه خالص عدم تنظيف الاسنان أيوة. كويس بالتالي يتكون الجير ده يؤدي لتسوس طبعا طبعا طبعا، التشيك اب الدكتور بينبهك ايه مشكلتك؟ إنتي ما كويس، في جير، في تسوس عندك كتير ممكن نعمل فلورايد أبليكيشن لما في ناس بيبقى عندهم تسوس كتير بي بنحط لهم فلورايد كده بطريقة معينة بيقلل احتمال إن التسوس يحصل. طيب لو قلنا يا دكتور إن خلاص للأسف أنا فقدت درس أو فقدت سنة وأنا عايزة أعوضها بطريقة زراعة الأسنان. ممكن تشرحنا لنا بشكل بسيط يعني ايه زراعه الاسنان وهل انا هدخل بينج بقى وجراحه ولا يعني ازاي بيتم الموضوع ده بصي زراعه الاسنان الناس كتير ما تعرفش هي ايه يعني ايه زراعه وفاكره فعلا بعد تبسطيها لنا على فكره بسيطه جدا نفهمها. صدقيني هي بسيطه جدا اسهل حتى من من انك تخلعي الدرس مم. اسهل جدا من حشو العصب يعني حشو العصب بيحتاج جلسات كتير وبينج كل مره والم وقلم عايز أقولك أن الزراعات دلوقتي بالتكنولوجيا الجديدة آه طبعا والدكتور يعني أنا معايا تيم دكتور آه متخصص جراحة آه التكنيك طب نفسه نشوف الصوره ونشرح عليها يا دكتور؟ آه بصي هي دي التركيبه اللي بعد الزراعه هو انا دي الزراعه دي التركيبة اللي فوق الزراعه انت لو بصيتي عليها حتى مش هتعرفي تميزيها اه ده, ده دي ده فكرة. فكره الزراعه نفسها مم. يعني الزرعه نفسها دي صوره جوه العظم المعدن اللي جوه العظم ده هو بالظبط ده هو سكرو كده اه بس هي الصوره طبعا جايب لك كانه من جوه أوه. لكن هي طبعا ما كده هو كل ده بيبقى جوه العضم انت مش شايفاه مش مش موجوده اه يعني ده بيبقى هو الامبلانت عباره عن جزئين او يعني بيتجزأ لكذا جزء بس ميلي في جزء بيبقى ثابت في العضم اللي هو السكرو ده اه ده فكرته يعني زي الجدر أوه. الدرس بيبقى ليه جدر وليه كراون فوق اللي ده هو بديل الجدر اللي هو بالزبط. طلع مع اللي اتفقد مع أيوة أو عايز اقول لك ان ساعات بنبقى بنخلع وبنحط مكان اللي خلعناه يعني احنا بنفس حقنه البنك خلعنا الدرس حطينا الزرعه حطينا في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس يعني السيشن انا عايز اقول لك ممكن تقعدي عشر دقائق تخلعي الدرس بالراحه والامبلانت ما بتاخدش دقيقتين بس أوه. هو كل اللي فيها بقى ان انت بالامبلانت بس ان العيان يبقى عارف ايه فكرتها مم. هي كالم ما بينلس خالص ما فيهاش الم كده كده حقنه مم. البنج اللي انت خلعت بيها هي نفسها اللي انت جدا. حط خالص ما فيهاش اي حاجه حتى زمان كان الزراعه بتحتاج جراحه بمعنى ايه ان احنا بنفتح في اللثه بنعمل فلاب كده اللي هو نشق اللثه وننزلها وندخل ونحط يعني كان بتبقى صعبه شويه دلوقتي حاجه اسمها بونش تكنيك يعني اللثه زي ما هي كده عارفه زي الابره اه بتدخل, بتدخل تعمل الفراغ ويدخل من غير ما افتح خلاص والبيشنت يقوم انت حطيتي لي ايه وتفضل ثابته بقى انا عايزه اقول لك ان البيشنت بيقوم فين الزرع اللي انا حطيته هو مش متخيل عارفه مش, مش متخيل مش شيء في مكان اصلا فين مكانه ليه بقى لان هي بتتحط المفروض اللي لو البيشنت يعني عادي بنقعد ثلاث شهور بعدها نحمل التركيبه اللي فوق اللي هو بقى الدرس الكراون اللي, اللي فوق اللي هو بقيه السنين طيب في في نهايه لقائنا كده عايزين نص... نصيحه للناس كلها ازاي تتعامل مع اسنانها ازاي تروح كل قد ايه لل... للدكتور الاسنان عشان نتفادى كل الحاجات دي من بس بدري عموما التشيك مهم جدا والاطفالنا بالذات لان البيبي ما بيعرفش يشتكي الام ممكن ما تبقاش واخده بالها من... من مشاكل الاسنان عايزه اقول لك ان ال... ال... كل ما بلحق نفسي بدري ال... بوفر على نفسي تعب بوفر على نفسي كوست كل ما, ما بدخل في بروسيدجرز اصعب بتعب نفسي زيادة تكلفة, بتبقى تكلفه اعلى ما اعمل في الاول حشو بسيط طبعا لما اعمل حشو بسيط في جلسه واحده من غير بنج غير لما يدخل عصب هروح 3 أربع مرات وهاخد كل مره بنج وهتعب آه سبت الدرس خالص لحد ما اتكسر وعمل لي خراج وتعبت هخلعه واحط زرعه انت كل ليفل بتاعي لي في كوست وبتتعبي اكتر لو عليكي طب ما تشيك اب اول اول باول يعني الاورال هايجين مهمه جدا جدا واتمنى ان ثقافتها يعني ان احنا نبقى مش محتاجين نتوجع عشان نروح لدكتور الاسنان بالظبط احنا هناخد من كلامك بقى يا دكتور ان احنا لازم فعلا نتوجه للدكتور بشكل دوري عشان مصلحتنا احنا في الاول والاخر وبشكرك جدا جدا يا دكتور على اللقاء دكتور ده دكتور انا نفسي اتعرفت وعرفت حاجات كتيره جدا معلومات انا ما كنتش اعرفها قبل كده وان شاء الله الساده المشاهدين يكونوا فعلا اتعرفوا على حاجات جديده في طب الاسنان وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه تعيدينا بيها ان شاء الله اكيد طبعا ميرسي قوي يا دكتور قوي شكرا رجعنا لكم تاني في فقرتنا الاخيره من حلقه يوم الخميس من بنات شو حلقه بقى الفقره دي قصدي فقره مختلفه جدا جدا معانا استاذه نجلاء احمد استاذه نجلاء هتعمل برنامج مختلف باسم مختلف من الافضل ان احنا نسمعه منها مساء الخير يا استاذه نجلاء مساء الخير اهلا بيكي منورانا ومشرفانا حضرتك حساكي يعني كده قلقانه من الديكور شويه لا الاستوديو دايما بتحسيه كده مختلف عما بيطلع في التلفزيون شويه خالص لا ان شاء الله تتعودي بقى لما <applause> تقدمي برنامجك كده ينجح ويكسر الدنيا وتبقي كده على طول في الاستوديو هتتعودي جدا عليه حضرتك منورانا وبن يعني بنشكرك جدا جدا ان انتي شرفتينا في عز ما في ضيوف كتير بتبقى قلقانه ان هي تيجي وفي ناس كتير بتبقى خايفه طبعا ان هي تخرج وطبعا ده تنفيذا لتعليمات اللي هي بتاعه خليك في البيت اكيد آه في البدايه عايز اسالك ايه رايك في اسم بنات شو؟ جميل طيب احنا عايزينك بقى تقولي لنا اسم ها. المداري انا م. لما سمعت اسم المداري بالى حاجات كتيره جدا جدا وحسيت ان هو اسم غريب وجديد أوه. وفي نوع من انواع اثاره الانتباه كده عايزك تقولي لي ايه سر اختيارك لاسم المداري يعني احنا عايزين نطلع كل الجوانا. اللي جوانا جوانا بقى حاجات و... كتير قوي ايه بقى يعني كل واحد جواه حاجات كتيرة يعني شايلها جواه مش عايز يطلعها مكسوف او خايف حد يسمعها يعني يتريق عليه أوه. نفسه يفضفض وقلقان بس يعني احنا مش مش هنفضفض في اسرارنا او في علاقاتنا الشخصيه او حاجه عن بيوتنا او اسرتنا لا احنا مع بعضينا حاجات جوانا احنا مضايقانا حصلت نفسنا نحكيها نفسنا نعملها وخايفين نقولها آه. آه حاجات بنقعد نفكر فيها بينا وبين نفسنا ويعني عايزين نطلعها مخنوقين يعني نقدر نقول ان برنامج المداري عنوانه الجرأه والصراحه اكيد اكيد بس انت من مش, حاجة. مش شايفه استاذه نجلاء ان دلوقتي م. بقى في فعلا جرأة وفي صراحه يعني دلوقتي في موضوعات كتير جدا بيتم تناولها على السوشيال ميديا حتى في الحوار ما بين الناس ما كانوش يقدروا يتكلموا فيها زمان أوه. بيتكلموا بصراحه وبجرأة شديده وباستخدام الفاظ كمان ما كانتش موجوده زمان انت برنامجك هيكون قائم على ان انت دلوقتي بتتناولي حاجات برضو آه ليها علاقه بـ بفكره انه بقى في جرأة زياده ما بين الناس حتى ما بين الاولاد الصغيرين وبعضهم التين ايجرز او سن المراهقه دلوقتي بقى فيه الفاظ وكلام وموضوعات بيتكلموا آه. فيها احنا كنا بنتكلم فيها واحنا كبار جدا لا ما نقدرش نتكلم فيها لغايه دلوقتي كمان لا ولا بني <applause> لا يعني في حاجات هم بيتكلموا فيها احنا مش هنقدر آه. نتكلم فيها دلوقتي واحنا كبار بنقعد نقول لهم احنا كنا مم. الحاجات دي كنا بنتكلم فيها واحنا مثلا في اعداديه او في سنه وانتم بتتكلموا فيها وانتوا دلوقتي لك احنا ما نجرش ان احنا ما خدناش ان احنا من زمان عندنا الجرأه اللي هم بيتكلموا بيها اه ما فيش هم عندهم وال... الفاظ وال وجرأه ويعني مش خايفين من, من مفيش كسوف ما بقاش في كسوف وحتى الكلام يعني مع مش. الاب والام بقى فيه نوع من انواع الجرأه في الطلبات في طريقه الحوار طبعًا. ممكن اوقات يبقى يعني احنا زمان عشان نطلب حاجه من اهلنا كنا نعمل مقدمات طبعًا. كتير ولو اتعملت نفضل بعدها يعني نعمل كل حاجه حلوه ليهم عشان هم لبوا ده لكن دلوقتي لا خالص ولازم تكوني عشان تطلبي الطلب ده انت ذاكرتي واجتهدتي وكنتي محترمه ومؤدبه وكلام و... على كده اه او ممكن اعمل كل ده وبرده ما تجيليش حاجه لكن الحاجة. دلوقتي لا ده حق مكتسب انت لازم تجيب لي ولازم تعمله ده عادي على فكره انت مش بتعمل حاجه لا ده 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 واجب عليك بالظبط ده فرض ان انت لازم تعمله يعني طب انت اعمل اللي عليك مثلا عشان تلاقي المقابل اه لا اعمل ما اعملش الحاجه هتيجي هتتعمل كده بالظبط يعني هو بقى في عندهم جراه طب انت كمان مش بتلاحظي ان مثلا على السوشيال ميديا بيبقى فيه تناول لموضوعات الموضوعات دي ما كنا يستحيل نت... يعني نتكلم فيها على الملأ كده لا خلاص ما بقاش في حاجه مداريه بالظبط كده هو انا اللي سميته كده علم يعني هو انا أوه. انا سميته ليه كده لان ما بقاش في عندنا حاجه مداريه خلاص كله بيتكلم في اللي هو عاوزه ما بقاش مم. في حاجه اسمها عيب أوه. ما بقاش في حاجه نتكلم ده حرام ما نتكلمش فيه كل اللي عايز يقول حاجه يقولها طب بس انا البرنامج بتاعي لا ليه حدود مم. يعني احنا مش هنتعدى حدودنا في الكلام مم. يعني احنا لا نتكلم زي ما قلت لك في اي حاجه تخص اسرارنا شخصيه أوه. أوه. تخص بيتنا احنا نتكلم عن علاقتنا ببعض علاقتنا باصحابنا وفي الشغل ماشي واحنا قاعدين مع بعض واحنا خارجين مم. ليه بيبقى نفسنا نقول لبعض حاجه ونرجع تاني أوه. نتراجع <applause> نفكر لا نتراجع يعني ليه نفسي مثلا افضفض بحاجه برضه اخاف من اللي قدامي؟ اه اخاف منه مش مامناله قوي خالص ايوه وحصلت ان انا في ناس كتير امنت لهم ابتديت اتكلم واحكي معاهم وكله وفي الاخر هم طلعوا مش قد الامانه ديت بس بيكون في ناس بقى يا مدام نجلاء يعني بيبقوا هم دول اهل ثقه جدا جدا اللي هو مثلا الاب الام الاخوات يعني دول خلاص بقى بس برضه في حاجات مش هتقدري تقوليها لهم هتحكي تبقي مكسوفه هتحكي وتيجي عند حاجات معينه هتعملها ستوب مش هقدر اقولها لهم لان ان هم ممكن هيفكروا فيها بشكل غير اللي انت يعني نفسك تسمعيه مش عارفه تاني. توصلي اللي جواكي ولا خايفه ولا هم أوه. هو انا مش عارفه اوصلها لهم ولا أوه. هم يفهموا انا عايزه اوصلها لهم ازاي أوه. لا. يعني دلوقتي يجي مثلا الولاد يقول لك بابا وماما مش هيفهموني في اختلاف اجيال مم. اللي انا شايفه عادي هم شايفينه عيب فلازم يكون برضو فكره انه انا لأ لازم ابقى متفهمة فكره اختلاف الاجيال يعني فاهمه فكره انه لما يبقى في موضوعات انا شايفه ان هي عيب هي ما دلوقتي مش عيب عشان الدنيا بقت مفتوحه في تطورات سريعه جدا كل يوم بتحصل في العالم أكيد التكنولوجي الحديثه وان الناس بقت بتشوف اللي في البلاد الثانيه وبقت بتحس انه ده عادي ايه المشكله ان انا ما ابقى زيهم فانا برضو بحس انه لازم انه الفجوه اللي ما بين الاب والام والولاد دي لازم ان هي تبتدي ان هي تقرب لازم ان انا ابقى فاهمه ليه يا حبيبي اللي انا شايفه هتقرب ازاي وهم اصلا يعني أغلبية وقتهم قاعدين على الموبايلات. آه يعني حتى لو لو أنتِ حتى كلمتهم هم عقلهم مش معاكي أصلاً هم في حاجة تانية خالص يعني باصين بيكتبوا بيعملوا آه مفيش يعني أوه. هم هم مش متواجدين هم في موجودين في البيت ومش متواجدين بعقلهم. بدماغهم هم في حته تانية خالص أوه. يعني هو زمان ما كانش فيه موبايلات ما كانش فيه حاجه كان فيه التلفزيون مم. ماشي وكان قالين ولا التلفزيون واخدكم واخد كل وقتكم وقاعدين اليوم كله عليه طب دلوقتي بقى مم. احنا كلهم قاعدين وقتهم عليه أربعة 24 ساعه يعني على ال... انا انا نام واقوم الاقي اولادي ماسكين التليفون امم انت فاهماني أوه. لدرجه ان نظرهم ابتدى يضعف يعني هو ليه حاجات صحيه تحت... طبعا طبعا غير غير ان هو يعني مدع لهم وقتهم كتير مم. يعني اغلبيه الوقت مش بيذاكروا يعني آه. عليه مم. ده غير ان هو آه اللي يجي يقول لي رقبتي ظهري عيني مش شايف طب ما هو لو ولو قلت له ده منه يقول لك لا طبعا لا 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 طب منه ايه آه. لا لا انت فاهمه غلط لا أوه. هو انت هتعملي دكتوره وكلام بقى مم. اللي انت عارفاه يعني ده كده طب قولي لي كمان يا استاذه نجلاء انت ايه الموضوعات التانية اللي حابة ان برنامجك يغطيها بحيث ان انت يعني تكون مختلفة زي الاسم كده هو حاجات كتير يعني انا احنا عملنا اعداد وافكار وعملنا شغل كتير وقعدنا واشتغلنا او يعني لمينا الدنيا للفكرة بتاعتي بس دلوقتي انا مش عارفة افكر في حاجة خالص غير اللي احنا فيه مش قادرة يعني دلوقتي اللي هعرف ان انا اخش البرنامج ان انا اتكلم في اللي كنت ناويه اتكلم مش هعرف مم. احنا في, في احنا في وقت مش عارفين نفكر غير في حاجه واحده بس احنا قلقانين. مم. ايه اللي هيحصل؟ في ايه ويا ربنا يستر. ربنا يعديها على خير آه يا رب يا رب يا رب ما, ما تزيدش الدنيا اكتر من كده. آه مش عارفه ده انت... يعني حتى يعني داخلين على ايدهم مش حاسين بحاجه. طب انتي رايك ايه يا استاذه نجلاء في كم الرسائل اللي بيجي يوميا على الواتساب اللي في في جزء منها بيكون مطمئن وفي جزء منها يبقى هدفه اثاره الهلع والفزع والرعب بين الناس. ده ده اكتر ان هم بيعملوا هلع للناس طبعا ده الهلع هو اللي يعني اللي هو ماشي في كل الوقت كل الناس ماشي عندهم هلع طب انتي رأيك في الاجراءات دي. اللي اخذتها الحكومه مؤخرا بالنسبه للموضوع مواجهة الفيروس؟ طبعا يعني كان المفروض انا نزلت بوست يعني يوم السبت اللي فات <applause> عن الحكايه ان احنا لازم نقفل الكافيهات ونقفل المولات ونقفل مم. الحاجات اللي هي فيها تجمعات. بتخل لا أسوأ التجمعات ايه؟ اصل التجمعات ايه؟ التجمعات دي تجمعات شباب اه انت فاهماني الشباب اللي هو بيبتدي ينزل من بعد الساعه مثلا 8 بيبتدي يسهر فالمكان اللي هو بيسهر فيه بقى يا اما الكافيهات القهوه البلدي دي لو الكافيهات مش شغاله بيروحوا يقعدوا عليها أو. ماشي لا اما المولات ولو خلصوا المول ممكن يروحوا على كافيه على حاجه مم. انت فهماني فهي دي يعني اللي عندهم شغل مش هيسهروا قوي زيهم كده وبعدين في اجازات من الجامعه والمدارس اه طبعا فعندهم يعني بقى مساحه مم. ان هم يسهروا براحتهم الناس فهمت الاجازه دي غلط يا استاذه نجلاء المفروض ان الاجازه دي عشان نقعد في البيت عشان نقلل من حده الانتشار مش عشان نخرج ونسهر ونتفسح ما احنا خدنا الاجازات يعني ان الناس تفهم ان احنا واخدين عشان ما حصلش برده لقوا فيه نزول عشان كده الاجراء الاخير عشان كده الاجراء ده يعني الاجراء ده واستنوا عليه خمس ست ايام لغايه لما أخدوه لما لقوا ان الناس مش لما لما مش فايده آه، فيكم يعني انتوا برضو عملنا يعني قعدناكم من المدارس ومن الجامعات واحنا توترنا طبعا. احنا دلوقتي كله اونلاين طبعا كله مم. يعني قاعدين شغالين وبنحل وبنعمل هوم وبنعمل كل حاجه اونلاين إيه انت فاهماني فالكبار بقى اللي انت ما تقدريش عليهم أوه. دول اللي هم بينزلوا ما انتش قادره خلاص أوه. عليهم الصغيرين بس القرار الاخير ده اعتقد خلاص الموضوع القرار الاخير ماشي ما فيش حاجه ممكن اه يعملوا حقيقه طبعا هيخلي الموضوع معاهم مختلف أوه. شويه انه مش هيلاقوا حد فاتح هيعملوا ايه هيلفوا بالعربيات شويه ويرجعوا إيه انت فاهماني غير ما كانوا ايه طول الليل بره في اكل بيروح ياكلوا حتت مفتوحه على طول مم. بياكلوا يروحوا يشربوا حاجه يجمعوا مع بعض خلاص يبقى براحتهم دلوقتي مش هيلاقوا اغلبيه المطاعم هتبقى قافله الكافيهات الحتت اللي كانوا بيروحوا مش هتكون موجوده طب انت يا استاذه نجلاء مش بتلاحظي مثلا واحده تلاقي صاحبتها تقول لها ايه يا ستي سيبك منهم ده الموضوع اي كلام تعالي نخرج ونتفسح ونروح ونيجي والشباب كمان اللي هم بيقولوا لبعض تعالى يا عم نخرج ونسهر ده اي كلام فيروس ايه وبتاع ايه تعالى نخرج ونتفسح ونسهر ده يومين اجازه مش هتعوضوا أه. رايك ايه في الكلام ده الكلام ده طبعا انا سمعته كتير جدا أوه. ان كل اللي بيتقال دوّن كله فتي ده بالزبط. كله بيفتي مم. وأنتوا فاكرين ان كله ده نص وده مش مظبوط ليه ليا اصحاب يعني بيقولوا لي هو برضو الموضوع مش لازم يكون هلعب المنظر ده أوه. الموضوع لازم يمشي بس ما بقاش استهتار هم مش مستهترين هم بيقولوا ان احنا ما نقفرش قوي مم. اصل الرعب برده لما يخش جوانا لو احنا مش هيجرنا حاجه هيجرنا بالظبط احنا لازم نكون وصحة. معتدلين اه يعني احنا لا, لا لا نخاف خوف اللي هو يقتلنا ويرعبنا م. يعني كده ولا نستهتر بس يبقى يعني ناخد يعني كل الاجراءات الاحترازية والاحترازيه عشان مختبط. نبقى حمينا نفسنا احنا دلوقتي موجودنا. كله دلوقتي ماشي بالجلوفز اه بالحاجات اللي مطهره وفي البيت نفس الحكايه في العربيه بنطهر بنعمل اللي بيتقال عليه فاهمين مش عايزين نعمل اختلاطات قوي ان احنا نخرج بس انت عارفه الاول يعني ايه يعني كان ويك اند كان كله بره اه بالظبط ثلاث ايام بره اه اللي مع اصحابه واللي عندهم تمارين ما يعني حتى لو العربيات يعني بغض النظر طبعا عن الموظفين اللي هم بيركبوا مواصلات وبيركبوا المترو واللي بيبقوا في عربياتهم بلاحظ برضو في عربيات شباب كتير سواء م. شباب ولاد او بنات دول برضو فئه كتير م. جدا كنت ملاحظاهم اليومين اللي فاتوا يعني المفترض هم اللي كانوا متواجدين هم اللي كانوا عاملين الاختلاط هم الفئه دي م. معلش انت لو هتنزلي مثلا حتى انت نازله شغلك اللي بيشتغل ماشي الدكتور اللي فاتح سيد هينزل كل دول هينزلوا لكن اللي هتلاقي فيهم تجمعات ولمين بعض دول هتلاقيهم الشباب اه طب حضرتك تقولي ايه بقى كلمه ايه اخيره للمشاهدين اللي بقى عايزين يعرفوا المداري هيتزع امتى وفين وازاي وهيتكلم عن ايه تقولي لهم ايه بقى عشان ايه تشديهم يتابعوكي؟ انا اقول لهم ان احنا هنعمل برنامج حلو قوي مع بعض باذن الله آه هنتقابل وهنتكلم في المواضيع اللي احنا فيها آه مش هقدر ان انا اعدي البرنامج من غير ما اتكلم فيها طبعا آه هنفضفض مع بعض هنتكلم هاخد تليفونات منكم بس مش في الاول آه لما تعرفوا البرنامج بتاعي هو هيتكلم عن ايه على اساس انتوا هتبدأوا تتكلموا معايا ازاي يعني عشان يفهموني لازم ايه يعرفوا البرنامج عشان يعرفوا يتكلم ايه يتكلموا اه مم. هما هيكلموني ونحكي في ايه مع بعض احنا وهم يعني كده أه بقول يا رب انا متفائله باذن الله باذن جداً. الله ان ان شاء الله اللي احنا فيه ده هيعدي على خير يا رب ان شاء الله باذن, بإذن الله. الله احنا بنشكر حضرتك جدا استاذه نجلاء احمد ويا ريت كل المشاهدين يتابعوا استاذه نجلاء وبرنامجها الجامد جدا ان شاء الله المداري على قناه الصحه والجمال خلصت حلقتنا النهارده من بنات شو بس بنات شو مكمل معاكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باحلى فقرات وموضوعات وضيوف كمان يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وان شاء الله الاسبوع الجاي يكون افضل واحسن كتير جدا واستنونا ان شاء الله دايما ساعتين احلى ساعتين من 7 ل 9 مع بنات شو كنت معاكم يسرح حسني وزميلتي دكتوره رانيا تصبحوا على خير